واش دابا هذيك عامره خاويه خاويه دابا دوزتي البرونشمون دوزتي كلشي دارك هادي انت دارك انت دار انت الاخ حكيم وليداتي وانا عايش دابا المشكل عايش وليداتي ما تيخرجش وشكون اللي قال لك ركب دابا انت المكانه ركب ركب البواطه وانت ما عندك لا مكانه لا والو هما اللي قالوا لي ها هما اللي قالوا التقنيين قال سير ركب سير دير واش ديرك باش نجيو نعطيوك الرخص دفعت الطلب ديالي ملي دفعت الطلب ديالي وجاو التقنيين شافوا شافوا وقال لك جيب لنا شهاده السكنه بان انت ساكن هنا عطينا لهم شهاده السكنه ياك ما هذا سكن عشوائي واش مبني بالبلان ولا مبني لا كله عشوائي كلشي كله عشوائي ما كاينش شي واحد وهذا اللي عندهم المواطن ديال الضو كله معشوائي كله معشوائي ما كاينش شي واحد اللي عنده شي حاجه شي وثيقه قانونيه يجبدها ما كاينش كلهم غير كونطرا نعم خليك معايا خليك معايا خليك معي. اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر في مراسله جديده مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من هنا من اقليم الحاجب، وبالضبط هذه المره كنتواجدوا في تراب جماعه اقدار اي تيحيى وحسين اقدار، نعم كنتواجدوا بدوار اقدار مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي واللي كيضم مجموعه من المساكين. اليوم كيقول لك هذا السيد انه حنا تقريبا 20 دار او 25 دار او 29 دار تقريبا كنلقاو روسنا احنا واحد 16 ديال الناس ولا كاينه 100 دار اللي كاينه في الدوار، نعم واحد 16 ديال الناس واحد 16 اسره اليوم من بين هاد الناس اللي واقفين معايا كيقول لك انه اليوم احنا ما عرفناش علاش ما بغاش تعطانا الرخصه باش نربطوا البيوت ديالنا بالتيار الكهربائي ومن 2011 وحنا في هذا الوضع هذا. زد على ذلك هاد الناس كيقول لك كاينين الناس اللي جاوا غير في 2019 غير مورانا وقداو الغراض، هاد السيد اللي قدامي كيقول لك انايا الله بيع الدار وتعطاتها رخصه للناس وانا اللي بايع لهم ما عنديش الضو. شي حويجات غريبه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، اجيو نعرفوا شنو واقع هنا بالضبط على لسان هاد المواطنين وساكنات هاد الدوار دوار اقدار وعلى المباشر. شكون شكون يعطينا كلمه؟ نعم تفضل خويا على المباشر انت معنا الان، تقدروا تقربوا المشاهد الكريم وكذلك المسؤول من هذه الوضعيه اللي كتعيشوها، خصوصا وحنا كنعيشوا كنعرفوا المنطقه الحاجب واقليم الحاجب والمنطقه راه حنا في بوابه الاطلس، ارتفاع درجات الحراره، زيد على ذلك مجموعه ديال الاشياء. نعم خويا حنا ومازال ما عرفناش السبب، هنا من 2011 كنعانيو بلا الضو، ما عندنا لا الضو لا الثلاجه لا الماء لا باش نشرجوا لا التليفونات لا، انت كتشوف الوضع كي داير. من 2011 من 2011 كنعيشوا بحال هكا. انت ولد الدوار انا ولا غاجيتي شاري؟ لا انا شاري ولاني شاري من 91، انا راه عندي هنا 31 سنه ولا 32 سنه. وانت هنا؟ وانا ساكن هنا انا ولد الدوار، كانت غير 26 دار، دابا راه ولات 100 دار. 100 دار 100 دار وما عرفناش اش من السبب. 100 دار عندها الضو ولا ما عندها؟ شي 80 ولا 84 عندها الضو. عندها الضو. ايوا هاد 16 هاد 16 هادو راه مازال جادين معنا، ما فهمناش الجامعه ما بغاتش تسنينا الوثائق ما عرفناش السبب. علاش دابا هنا السؤال، واش ملي كتمشي مثلا ملي كنمشي واخا غنرجعوا لهاد المساله ديال الانتخابات، ملي كتمشي للجامعه وكتوجه طلب ديالك كباقي المواطنين، شنو الجواب اللي كيتقال؟ كيقول لك راه حنا ما كنعطيوش الضو، وانا فاش كتجي للدوار كترجع كتلقى واحد حداك ولا جارك ولا كيدخل الضو، اش من سبب هذاك الضو؟ اي فاش كترجع لعندهم يقدر تغوت عليهم يقول لك هنا الموظف كاع يقدر يديك الحاج. ما عرفناش السبب، حنا راه مازال داخلين معاهم في المحاكم دابا والخوات معاهم. معاهم في المحاكم؟ ايه راه دار ايه راه كان على هاد الضو على هاد الضو هذا، واش راه شتي حنا كنعيشوا في هذه المشكله هذا؟ ظلمه ظلمه انت كتشوف دابا، وهذا الشمس هذا كي غادي تسرب غير هذا المدى. نعم والخضره كلشي كتخسر واللحم والو اللحم ديال العيد درنا له حنا الملحه وعلقناه قديد القديد والملحه واش غتاكلوا؟ الدراري الصغار ما فهمناش سبب طيبات لا واش غدير ما دير حتى حاجه دابا، هذاك الشيء علاش عيطنا لك باش تشوف هذه الوضعيه ديالنا. نعم ومازال غتشوف الدار اخرى وتشوف كل شيء، حنا كنعانيو من هذه المشكله. دابا من بين هاد ال 100 دار هادو انتوما اللي ما صافي ما عرفناش حنا واش ماشي مغاربه واش جينا مشي دوله اخرى. خلينا من هذه الهضره ديال ماشي مغاربه ماشي كذا، كاين اجراءات قانونيه حنا مغاربه هذه المساله ديال هضره خاويه يا راه ما عرفناش انا ضد هذه المساله ديال زعما الناس كتبقى تقول لا حنا ماشي حنا ايوا ما عرفناش السبب. مغاربه شاء من شاء وابى من ابى، كاين مشكل ما بينكم وما بين المسؤولين. هذا السيد هادشي اللي كاين. كيفاش القضيه قال لي السيد الانتخابات كاين اللي دخل الضوء وانتم ما دخلتوش؟ هذاك الشيء يعني اللي كاين السياسه الانتخابيه الا تبعتي العضو. العضو ديالك؟ العضو ديالنا فين ما كيهضرش معنا حتى الهضره كاع. علاش؟ ايوا حيت ما تبعناش في السياسه الانتخابيه. ما صوتناش عليه؟ ما صوتناش عليه. ها دابا هو بدا يبان راسك. ما صوتناش عليه هذاك الشيء باش ما عطاوكمش ما عطاوناش الضوء، اللي صوتوا عليهم راه تبعوهم عطاوهم الضوء اللي ما صوتوش عليهم ما
هذا هو المشكل اللي كاين. اذا هنا القضيه فيها الولاء. استافدوا الناس مور الانتخاب وقدام الانتخاب. نعم خويا من مور الانتخابات كاينين الناس اللي استافدوا. ما عنديش انا الضوء من مور الانتخابات. ما عندكش الضوء؟ 2011 وانا هنايا وما كاينش ما عنديش الضوء. وكاين الناس اللي استافدوا من مور الانتخابات. عندي وليدات. عندك وليدات؟ عندي 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 بنيه. عندك بنيه؟ ايه. ومن مور من مور كنعرفوا الضوء دابا اساسي. كنعانيو معاناه احنا 2022 ومازال كنشعلوا الشمع. الشمع؟ الشمع وفي وسط الناس اللي عندهم انت كتشوف الضوء في وسط انت في وسط الضوء. الناس في وسط الضوء وانت كتعاني بلا ضوء ما فهمتش. نفس كل شيء نفس كل شيء. الديور عندنا نفس الوراق كل شيء. اقداميه عندنا احنا قدام كاع هنايا كل شيء عشوائي ما كاينش اللي باني بالرخصه. ومع ذلك كنعانيو معاناه كبيره. والمشكل دابا المشكل كنلقاو في هذا الشيء ان السياسات الانتخابيه هي اللي مشات. انا صوتي عليا نعطيك اللي ما صوتش. السياسه الانتخابيه وكنحمل المسؤوليه انا رئيس الجماعه. رئيس الجماعه بالضبط هو المسؤول على هادشي. هو رئيس الجماعه هو المسؤول على هادشي. اما سميتو ما عندهم. رئيس الجماعه هو المسؤول على هذا المشكل. والناس كيعانوا. علاش كيقول لوجه رئيس الجماعه؟ درنا مع جميع الاجراءات جميع القوانين. فاش كتمشي تمايا كيقولوا لك حنا ما كنعطيوش الضو. فاش كتمشي كتلقى الناس راه مستافدين. اذا الناس يرجعوا للارشيف ديال صحاب الضوء غيلقاو الناس استافدوا في هذا العام في الضوء وعام اللي فات الضوء. المهم قبل الانتخابات هما كيستافدوا عندنا ومور الانتخابات استافدوا بالضوء. اذا هما مطلعين على هذا الشيء. ومع ذلك المهم ديما كيديروا لك الحجاز باش مثلا الانتخابات يدوزوا. المهم دوزوا مور الانتخابات ودوزوا قبل الانتخابات شي وحدين. ومع ذلك فاش كنرجعوا كيقولوا لك حنا ما كنستافدوا حتى واحد من الضوء. كيشدوا عليك البيبان. دابا انتم 16 واحد بالحساب 16 لواحد ولا 15 ولا اكثر كاع ما مستافدينش بالضوء. وكاينين بعض الناس ما عطيش الاهميه للضوء. ولكن حنا بالخصوص واقفين على الضوء وساكنين واقفين على الضوء. ومع ذلك ساكنين ساكنين. اللي ما ساكنش كاين اللي ما ساكنش. وكاين اللي مشى كرا بوفكران وخلى الدار ديالو غير على حساب الضوء. غير على حساب الضوء مشى ومشى يخدم غير على حساب الضوء. نعم. معاناه كبيره كيعاني المواطن. يعني اليوم انت كاب وك يعني كاب وكمواطن يعني شنو رسالتك اليوم للمسؤولين؟ انا رسالتي للمسؤولين والمسؤول الكبير هو سيد العامل. سيد العامل كنتمناو التدخل السريع في هذه القضيه هذه. لحقاش هذه القضيه هذه كتحمي المواطن. هذه القضيه ديال الضوء والمسائل الماء والحاجه اللي كيعيشها المواطن دابا. العامل هو الاول اللي خصو يتدخل في هذه القضيه هذه. وخدنا الرساله للعام مرارا وتكرارا. ولكن لا حتى حاجه تجي جد ممكن. ولكن وجود الجماعة انا كنسول لانه هاد التراخيص ديال الضوء وديال الماء وديال البناء هذه كتعطى من يعني من المصالح ديال الجماعه. كاين قسم التعمير كاين قسم التقني قسم. شكون اللي قال لكم ركبوا دابا هاد لي بواط هادو؟ علاش درتوا هاد البواط والبرونشمون وانت ما عندكش ترخيص؟ دابا هما هنا في هاد المنطقه كدير ممكن دير هاد لي بواط وداك الشيء واخا ما عندكش رخصه. فهمتي وممكن تحط طلب وتريق لهادشي حتى تيعطيوك الترخيص وكتدخل الضوء. ولكن هما فاش ريقنا هادشي جينا باش نطلبوا حطينا الطلبات كيرفضونا. بالخصوص حنا بالخصوص الاسماء ديالنا كيرفضوها غير كيوصلوا تما كيعرفونا كيرفضوها. سمياتكم داكشي سميه وكتحط طلب للجماعه واحد كيلوحك لواحد. واحد تيقول لك ماشي انا التقني تيقول ماشي انا عطيت الضوء. واحد اخر فاش تمشي لاخر تيقول لك ماشي انا. المهم كل واحد كيلوح عليه المسؤوليه. الجلسه ديال المصح والناس كيلوحوا كل واحد تيلوح الاخر. ما تلقى فاش تشد كاع. ورئيس الجامعه صيفط له مفوضه قضائيه ما بغاش يشد منا الوراق. وعاود المره الثانيه المحكمه الاداريه في مكناس وعندنا المحاميه تما. ومع ذلك مازال كنعانيو ومازال كنتسناو. واخا نسمعوا الاخ حكيم. حكيم خويا حيد لنا ديك الوثائق عافاك. حيد لنا ديك الوراق. القضيه وصلت للمحكمه الاداريه. عندنا المحكمه خويا الاداريه. اللي غريب على الامر هو تنصيفط له مفوض قضائي المره الاولى تيدخل الجماعه وتيقول ملي ما تيكونش رئيس الجماعه تقنيين وداك الشيء تيقول لهم رئيس الجماعه تيعيط لهم تيقول لهم ما تشدوا حتى شي وثيقه من مفوض قضائي. شي 4 المرات انك باش تخلص مفوض قضائي خرج من مكناس لهنا باش يضيعك. اصلا كيجي كيلقى رئيس الجماعه ما تيعرفوش مفوض قضائي كيقول له ما كاينش رئيس الجماعه. هو النيت هو رئيس الجماعه تيقول له ما كاينش رئيس الجماعه. وهذا الشيء دابا علاش هاد المشكل هذا الحساب القضيه صوتتي عليها ما صوتتيش حسابات سياسيه لانه العضو قبل 5 سنين اللي فات هو اللي نجح وقال لك انا غادي تتبعوني والعائله ديالكم. قلت لهم انكم 5 سنين اللي قبل علاش ما دخلتوش فيها الضوء؟ ما انه داك الشيء باش ما بغيتش نعاود نصوت عليه لحقاش ما عطانا لا ضوء ولا حتى شي حاجه. هو اللي كان هو اللي كان وقلت له هو اللي طلع. قلت له انا ما غنتبعكش.
انت ما درتي والو، ما درتي لنا والو، ما دخلتي لا الضو لا والو، ساكنين الناس من 2011 ما دخلتي لهمش الضو، كيف انا غاديش نتبعك؟ انا نتبعك فين نتبعك؟ انت ما صالحش ليا، ما غاديش نتبعك. وقال لي اني هو اللي نجح لي، هو اللي نجح، وقال لي الا مشيت انا ننجح راه ما غاديش تعاود تدخل الضو. قلت له المهم انني انا غادي نتبع القانون وغنتبع، وكاين القضاء المغربي ان شاء الله غادي ياخذ لنا الحق. وانني اتخذت مشيت شديت المحامي عليه ودعيت رئيس الجماعه وصفت للسيد العامل حتى هو درت بلا سياسه انتخابيه على العضو ديالنا واستجب العامل جاوبهم هادشي كامل حسابات علاش تصوت عليا رغم ذلك هذه مصالح عامه هذه مصلحه عامه. وانه اللي غريب على الامر لان الناس 2019 دخلوا الناس 2019 وبقاو اللي ساكنين من 2011 و2010 و2009 و2019 دخلوا الضوء دخلوا الضوء رغم ذلك عندي وثائق ديالي مكشين هنا وان اللي بيعانا هنا للسيد بعت له انا عندي وثيقه ديالي قانونيه مكشيه بالمحكمه انها جات من المحكمه فاش كانت بسميتك انت ما تعطاكش فيها الضو تعطانيش الضو ملي بعتيها منين بعت منين بعت دخل الضو هذا غريب غريب على الامر لانه شي غريب هادشي غريب لا لحظه خلينا هذه هي هذه هنا عندي انا وثيق ديالي كاملين هذيك فيها كونتور فيها كونتير فيها كل شيء هذا خدامه هذا خدامه شنو رسالتكم اليوم للمسؤولين؟ الرساله ديالنا هو علاش حنا ما غاديش ندخلوا الضوء وبغينا علاش السبب علاش ما السبب ديالنا راه هو انك خصك الماء خصك الضوء خصك تعيش 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 واحد 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 المشكل ظروف غامضه كنشوفوا حتى قنوات الرب الصحي يعني ما كاينش ما كاينش حتى شي حاجه وانه غريب على الامر خصنا بغينا غير الضوء بعدا انه غير باش بعدا اننا نضويو كيف انا ولادي تيقراو دابا تيقراو بالشمع عندي جوج وليدات وانا تيقراو يلا كيفاش غادي تيقراو بالشمع 2022 مازال حنا تنعانيو هذا بغينا نعرفوا سيد العامل يتدخل في هذه القضيه في اقرب وقت لانه سيد العامل صيفط ولكن انه ما صيفطناش علاش السبب ما بغاش يعطينا الضوء صيفط للجماعه هو صيفط لهم انا يعني دار الاجراءات ديالو دار الاجراءات ديالو ولاني رغم ذلك شنو قالوا له عنده ولا شنو عنده الله اعلم جاو الرساله باش جاوبوا جاوبوا الله اعلم حنا بغينا نعرفوا بغينا نعرفوا هاد المسؤولين هادو اللي هما يديروا لنا شي حاجه نعم ان شاء الله في القريب ان شاء الله مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا وعلى المباشر نعم واحد وكان معنا كذلك واحد من الساكنه اللي سمع قناه شوف تيفي باش يوصل الصوت ديالو شريف انت عندك الضوء ولا ما عندك؟ لا انا عندي وانا بقاو فينا الناس اللي ما عندهمش الضوء بحال الا ما عندك انا دخلت الضوء سيدي من تقريبا 2005 قبل من هاد الناس قبل نعم وفي نظركم زعما شريف كيفاش القضيه ديال هذا المشكل اللي هذا المشكل راه بقى فينا الحال هذا المشكل دابا واخا ضوينا حنا بحال ما ضويناش وانت مضوي جارك ظلمة الله يرحم الوالدين وراه عندي نجار تانا لهي عندي جاري لهي طيطلب ليا نعطي له الخيط ما قدرتش على ود شي تبرقيقه ولا شي حاجه حيط على الحيط ما قدرتش نعطي له الضو وبقى فينا الحال كنبردوا له دابا القراعي الماء وكنعطيهم الجار راه حشومه وعيب والعيد ها هو العيد دار العيد راه فرقوا اللحم ديالهم مساشين على الجيران في الثلاجات كاين اللي قبل صاحبو يعطي له يشد له اللحم كاين اللي ما قدر ما بغاش يعطي يشد والله العظيم والله العظيم دابا انت ما تتسلي احلف الى عندي دابا اللحم ديال الناس في الدار والله الى عندي اللحم ديال الناس في الدار ما عندي كي دير لو كان البارح تنعطيو القراعي الماء للناس علاش ما عندهمش الحق في هذا الضوء نعم وانا دابا واش هما المغاربه حسابات سي قالك صوتي عليا ما صوتيش عليا لا مشيتي معايا داك شتي اسمح لي اسمح لي اللي عنده عقل اللي يطلع اللي يطلع بحال الوالدين كاملين الله يرحم الوالدين بحال الا ديالنا كاملين الاغلبيه ديال المعارضه ديال اللي صوت ديال صافي ما بقاش داك الشيء خدام فاش دوز سالات الانتخابات سال الكره نعم خصك طلعتي راك المرشح ديالي المواطن راك الرئيس ديالي راه هادي ديالي حتى انا ما صوتش عليك هاد المره الجايه صوت خدمتي معاه خصك تخدمني خصك تخدمني انا ما صوت عليك خصك تخدمني باش نصوت المره الجايه نشكرك نكون جنبك وما دابا انت دابا كرهتيني وكرهتك وشاف كدير الخير لواحد واحد ما دير لا حشومه عيب الله الا جاني شي غريب
غريب. انا قلتها غريبه. غريب نيت غريب والله الا غريب. نعم شكرا لك سيدي. الله يرحم الوالدين وشكرا سيدي. شكرا تحيه. شكرا ودي الله يحفظك. تحياتنا لساكنه اقدار مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. كما سمعتوا معنا هذا الشيء غريب وغريب صراحه. هو ملي كنسمعوا مثل هذه الاشياء هذه ومثل هذه الممارسات اللي صراحه اكل عليها الدار في نحن في 2021 في زمن اللي يعني كنعرفوا انه الان على المجالس المنتخبه ولا المسؤولين الكل يعمل من اجل ايجاد حلول وابداع حلول وابتكار حلول لمصلحه وخدمه المواطن. صوت عليا ما صوتش عليا هذه حسابات سالات نهار 8 شتنبر مع انتهاء الاقتراع وظهور النتائج موراها بدا العمل مع اللي صوتوا مع اللي ما صوتش ولا اللي حتى الناس اللي يعني ما يعني ما صوتوش كاع ما مشاوش للصناديق. فراه خاصنا نعطيهم نموذج ونعطيهم الامل ونعطيهم يعني نغيروا لهم ديك الفكره اللي في بالهم ديال انه لا راه ما تصوتش. انا يعني هنا كتبقى المسؤوليه ديال المنتخب انه يغير الصوره ديال الساكنه وديال الناس حتى لا كانوا ضدك هذه المرحله المرحله الجايه يكونوا جنبك. فهذه هي اللي كنتمناو هذا الكلام اللي قالوا هاد الناس الان يعني على حسب تصريحاتهم. طبعا كيبقى الطرف الثاني عنده مجموعه ديال الكلام ديالو كتبقى هذه الادعاءات ديال هاد الناس هادو. ولكن الاهم في هذا الشيء كامل فخدمات الماء والكهرباء هذه خدمات اساسيه لا نقاش فيها ما فيهاش ما كيدخلش فيها الوازع السياسي ولا اي وازع ما كيدخلش فيها لانه هذه خدمات اساسيه هذه صحه وكرامه المواطن لا اقل ولا اكثر. كنتمنوا التفاعل الايجابي مع هذا الطلب ومع هذه النداءات اللي سمعنا الان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من هنا من اقليم الحاجب وبالضبط من دوار اقدار. 16 من 16 اسره مازال كتعيش الظلام مشاهدينا في زمن الكاتجي وفي زمن لكورونا وفي زمن اللي كنعرفوا فيه ارتفاع درجات الحراره اللي واصله ل 46 وزيد على ذلك مجموعه ديال المعطيات اللي الان اصبح كنشوفوا الناس راه لاكليم وزيد 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 وما مكافينش مع الوقت. فكنتمناو هاد الناس اللي كيطلبوا الان طلب بسيط هو ربط المنازل ديالهم بالاناره العموميه كباقي بالتيار الكهربائي كباقي المنازل المجاوره لهم. اكثر من 100 دار علاش غيتم استثناء 16 منزل بالضبط؟ هذا هو السؤال المطروح. كنتمناو الاجابه ديالو في الايام المقبله والاجابه كنتمناوها طبعا انها تكون هي ربط المنازل بالكهرباء ونجيو عند هاد الناس هادو ونلقاهم فرحانين. ونشكروا طبعا المسؤولين والناس اللي غيخدموا على هذا الباب هذا. اشكركم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي على طيب المتابعه. اشكركم على تعليقاتكم على التفاعل ديالكم الايجابي طبعا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من دوار اقدار جماعه اقدار بالضبط وباقليم الحاجب. الى اللقاء.